أن الدولة ينبغي في الختام أن تؤول إلى نظام مدني. نعم هذا يعني ببساطة يعني ما يريده الشعب السوداني هو وجود نظام مدني. النظام المدني ماذا يعني؟ هل يعني إخصاء العسكر؟ بالعكس، يعني لا يمكن أن تقوم دولة بدون أن يكون لها جيش قوي نعم يدافع عن حدودها، يدافع عن إرادتها، يدافع عن كل ذرة من ذرات ترابها. الجيش يظل له التقدير في كل الأوقات التي انحاز فيها إلى الشعب السوداني، بالتأكيد في كل الأوقات التي حقن فيها الدماء. ولكن ما نراه اليوم يعني حقيقة صراع ليس له معنى. هناك شعب في الشارع له أهداف معينة، يجب أن يسمع لهذا الشعب، يجب أن نحتكم إلى الحوار. الحوار هو المخرج من كل أزمة. بدون حوار، حوار الطرشان أو حوار الإملاءات وضرورة أن يطيع أحد الآخر، هذا لا يؤدي أبدا إلى حل. دائما الإنسان المتحضر يلجأ إلى الحوار من أجل حل أزمته. الآن نحن في إزاء أزمة مستحكمة من خلال انسداد سياسي كبير جدا. نحن في مرحلة تتطلب العقلانية، لأن عندنا عدد كبير جدا ممن يحملون السلاح من مذاهب شتى للأسف الشديد. عندنا مهددات المنظمات الإرهابية من داعش وغيرها. بالتالي ينبغي أن نحتكم إلى الحوار وأن نحتكم إلى العقل، وأن يكون هناك لمن يمسك بالسلطة ضمير يستطيع من خلاله أن يحكم بما يرضي الله سبحانه وتعالى بذلك.